بالنسبة لنا القاضي مرهق، القاضي مرهق جدا باللي فات، كندخلو 400 500 بعد ما حتى 700، صعب على القاضي انه تنطلبوا عدالة واصلاح منظومة العدالة. اذا نخفوا على القاضي، اين طرق التخفيف على القاضي؟ لماذا لا نقوم بتبديل او تفعيل الوسائل البديلة لحل المنازعات؟ احنا كاين السادة المحامون، كاين اساتذة دكاترة في القانون، قبل ما يجي المحكمة نعطيو الصلاحية انهم يحلوا المشاكل. مثلا انا الشغل الاجتماعي، علاش ما تعطاش الاساتذة المحامون ولا السيد مفتشو انه يحل المشاكل قبل ما يوصل عندي للمحكمة، وبالتالي غادي هاد الارهاقات اللي كيعانيها القاضي غتكون انها تعطينا اكثر. القاضي مرهق، ما عندوش جلسة. بعض المرات انا كان لي انه حضرنا في مجلس على القضاء مع قاضي معين، جا قاضي محال على المجلس على القضاء لانه مسجوج ملفات ما حضرهمش. علاش؟ قلت له استاذ علاش؟ كاين عندي 8 الجلسات في الاسبوع، كيف يعقل ان قاضي 8 الجلسات بالطبع يكون مداولات ويكون الاحكام؟ اذا لا يمكن ان نتكلم عن اصلاح منظومه العداله الا بالتخفيف عن القاضي.